السلام عليكم الاخوان. اليوم كونترول عند الاخ سي محمد خصالي عن جمعيه الوفاق اللي كيحتل الرتبه الاولى في سباق ماسه طرحه. هذه هي الحمامه الاولى اللي غيتكلف بها الاخ يونس نائب الكاتب العام ديال جمعيه الوفاق. هذه الحمامه كما كتشوفوا الجلده ديالها 17/04. الله يسخر البطل محمد الخصالي عن جمعيه الوفاق اللي كيحتل الرتبه الاولى. شي كلمه الاخ الخصالي. السي محمد الغزال اخويا، هذه الحميمه هي اللي طلقنا البارح من المنطق ديال ماسه، ايوا اليوم جات مع 8:30 الصباح لقيتها هنايا في سبوتنيك، ايوا وديكلاريت بها والاحتفال الجروب للجمعيه ديال الوفاق. والحمد لله كنشكروا الاخوان ديال الخميسات وكنشكروا الناس ديال مكناس كاملين دون استثناء، وبالخصوص عليهم الرئيس ديال الجمعيه ديال الوفاق، وشكرا للمواليه كاملين ديال مكناس.